مباراة هي جماهيرية، هي أيضا أصبحت منتظرة ومناسبة موسمية، وأيضا هي اليوم مباراة ثأرية، هي دائما بتكون نارية. نجمة لطالما مواجهة كانت صعبة على الفريقين، كرة البداية عم تكون من منتصف الملعب بكل تأكيد، الكرة بتتحرك، الكرة عند كوني، كوني كوني بسدد مباشرة باتجاه مرمى على السبع وأيضا بمكان وقوفه، بعده عم يتقدم بهالكرة، كونان بيحمي كرته بيدخل منطقة الجزاء، خطيرة 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 المحاولة لكونان، ما عدا هالكرة يلي عم تمر عن وائل يوسف بتروح للشيخ يلي عم يمر بطريقة ممتازة داخل منطقة بيلعب العرضية جول. لا 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 لا, لا, لا. مع هالكرة بتتنفس لداخل منطقة الجزاء الرأسية، انما فضل مسلماني بخلص الكرة بالمرة الأولى والمرة الثانية حسن بيطار. كوني عم يحافظ على كرته إلى يساره كونان، انما عم مر لوائل يوسف فرصة هدف للتضامن. جول! عمل التضامن صور، عمل التضامن صور ونجح بهز الشباك، نجح بهز الشباك. بيحاولوا يخلصوا الكرات لبناء الهجمات من وقت كونان، كونان 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 ما معقول، انما بالكرة الاخيرة ما عم بيكون في بطء، الكرة العرضية هناك لمسة يد، اما لمسة يد وفعلا ضربة جزاء، ضربة جزاء رح تثير الجدل بالدقيقة 11 تماما من وقت المحتسب بدل عن ضايع، ركلة جزاء لمصلحة النجمة، خالد التكجي خلف الكرة، خالد بتقدم خطوة اثنين ثلاثة بيساووا مثير للجدل، ومشكلة بكل تأكيد على أرض الملعب، اعتراضات من لاعبي التضامن سور على صفرته لحكم المباراة ليس على ضربة الجزاء، أعطى الحكم خمس دقائق من بعد الست دقائق ضربة الجزاء، أطلق صفرته تحديدا بالدقيقة 105 ثواني.